اقعد الاول وبعدين بلوشة برضه بلوشة بلوشة. اوعى اللون يقع عليك. لا انا بلاحظ ان انت دي مش ريشه. ده جريز النخيل وطلع النخيل. اه جريز النخيل وطلع النخيل. اه ممكن نشوفها يا حاج عيد بعد اذنك. والنخلة بقى بسم الله الرحمن الرحيم. والنخلة بقى شقاص لها طلع نظيف. اه رزقا للعباد. احنا رزق من الله بالريشة من نفس البيت بتاع في البيت. النخلة عندي في البيت. السلام. يعني الحمد لله في البيت. كل سنة تديني شوية صباط بنخلص البلح وناخذ الجلباح بتاع البلح. اه. يعملوا ريشة. اه ريشة. اه. الريشة الأصغر خالص. اه. دي بتاعت البلح. بقطعها عشان أعمل بين العينين والشفايف والأسنان. الله. بالصباط بتاع الشماريخ بتاعت البلح. فبتطلع المشهد اللي احنا شفناه ده. اه. بالدقة دي. اه بالدقة بالجلباح الصغيرة الناقة. اه. يعني بفضل الله ما حدش يقدر يشتغل فيها. أنت اللي بتعمل الأحجام دي حاجة إيه؟ اه بعدين حد ما حدش. بندقها دقة. يعني بحجر زلطي. مايك. اه بحجر زلطي بندق الجلباح. بقصها بمقص. اه. عشان تديني ميول. ايوه عشان تاخد الخطوط. عايز تطلع بيها خطوط، عايز التلوين في الرسم بلون بيها في الرسم. اه. اهلا قول قول لحاج عيد الرسمه بتاخد منك قد ايه وقت؟ والله ممكن الحج يطلع في يوم. مناسك الحج كلها يطلع في يوم. في يوم. اه في يوم. لو كان المحاره كويسه قدام المونه كويسه، ناعمه. خشنه تاخد يومين. بلياليهم يعني بنبيت شغالين. شغال اليوم كامل. اليوم واللي النهار ما بننامش فمناسك الحج دلوقتي الحجاج اخر فوق النهارده طلعوا. اه نبدا احنا المفروض بكره نكون في شغل الحجاج، النهارده نكون في الحج المفروض. لكن عشان طبعا استجبتونا احنا قلنا لازم برضه نشوف بلدنا مصر. اهلا وسهلا. هي خير البلاد. ونعمة الله في الارض هي مصر. ادعي لها حاج ادعي لها. الله يحلم نتمنى كل الخير لمصر. ربنا يوصل الاسلام ويعز المسلمين يا رب. ربنا يستجيب دعواتنا يا رب ان شاء الله. امين يا رب. وربنا يكرمنا بيكم. في رسمه معينه بتطلب منك يا حاج عيد وانت يعني جايين يتفقوا معاك يقولوا لك احنا عندنا حاج السنه دي طالع يحج عايزين كذا ولا ما بيحددوش؟ احنا بيسلمونا الحيطان. خلاص. حد اعترض مره ولا قال لك حاجه؟ ما فيش حادث بجد. رحنا في مكان يعني ناس البيت كانوا بيتقبلوا طبعا المشوار لحد الساعة 10 11 بالليل وبيناموا، احنا بنخليهم يناموا حتى نخش على البيت ورا في الجدار وحطام بره. بنعمل على الدكك سجاير ونشتغل بره وهم نايمين ما سمعوش فينا. باخد الكشاف معايا خلف مني عشان الدين الإضاءة الصحيحة بنشتغل فيها برضه. بنخلص الحد وهو نايم في البيت.
إلا مرة في الحج واحد رسم الجمل وأنا كنت في سادسة ابتدائي، نقلت الجمل على الأرض على التراب، جا نزل من السلم وبص علي قال لي أنت مستقبل عظيم. رسمنا في كذا بلد في محافظة أسوان لحد إسنا. فأنا بروح الليالي بنقل الخيل هو بيسابق. أنا تعلمت في سنترال كومبو، لقيت أعزرسم قلت اعمل غياب يومين عرضه، العرضه اخذ فوق يوم اثنين، فصلوني كذا مره وارجع ثاني. قدمت استقاله في كام؟ في 88. ما بحددش اجر، يعني احدد اجر لا ما اقدرش، لان دي موهبه. افرض ما معهوش ما يرسمش يرسم.